بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك بنلاحظ نحن أنه بواقع عالم الطب هناك عدة مدارس، هناك مثلا الطب الصيني، الطب الهندي، في الطب الهندي يسمى الإيروفيدي، حتى عندنا الطب العربي ويسمى أيضا الطب اليوناني، وهو أيضا الطب الإغريقي، في عندنا أيضا هناك الطب الحديث الذي يعني اشتهر من سنة 1900 تقريبا و13 إلى زمننا الحالي، يعني كل الحضارة تعيته ما يقارب 100 سنة. هلأ اللي حابب أنا أني أقوله للمشاهدين الأعزاء أنه الأغريق 4000 سنة قبل الميلاد وضعوا نظرية اسمها نظرية العناصر والطبائع والأخلاط والفصول والمزاج والمواطن. هيدي النظرية اللي حابب إن شاء الله أني فصلها، وحيكون محور حلقاتنا كلها على هيدا العلم، وإن شاء الله يعني أنه نقدم شيء يستفيد الناس منه، لأنه هذا هو حقيقة الطب. في قاعدة بعلم المنطق بتقول: حدث العاقل بما يليق، فإن لم يلق له فلا عقل له. طيب حدث العاقل بما لا يليق، فإن لاق له فلا عقل له. إذا نحن وقت اللي بنجي بنقول لهم أنه يعني الأغريق وجدوا أن أصل الكون نار، تراب، ماء، هواء، هو اسم العناصر الأربع. النار تولد حرارة، التراب يولد يبوسة، الماء يولد برودة، الهواء يولد رطوبة، هذا اسمه طبع التكوين. في البدن يتألف صفراء، سوداء، بلغم، دم، هذا بسموه أخلاط، خلط البدن، أخلاط البدن. منلاحظ بالطبيعة صيف وخريف وشتاء وربيع. هلا مش الناس بتقول الله اكبر، ايش ايش الدنيا بالصيف نار، ما شاء الله شو عم بتشتي مي، شو هالهوى الربيعي بالخريف ما بهر وراء الشجر. فاذا صار عنا 4 عناصر تكوين، 4 طبائع تكوين، 4 فصول، 4 اخلاط. الصفراء الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم بيقول: ولقد بنى الله البدن على 4 طبائع، صفراء، سوداء، بلغم، دم. اسنان حاران، الصفراء حارة والدم حار. اسنان باردان، السوداء باردة والبلغم بارد. اسنان لينان يعني رطب، البلغم رطب والدم رطب. واسنان يابسان، السوداء يابسة والبلغم والصفراء يابسة. وقد خولط بينهما أو خولف بينهما. الصفراء لأن مأزية الله حصرها بالمرارة، اللي هي من إلا البايل سيكريت، بيليروبين ديركت وانديركت. هيدي السوداء بالطحال، الكوربو بيليروبين طحال مركز السوداء. ولقد جعل الله الحزن في الطحال، السوداء هو كل شيء امراض سوداويه. البلغم تركه حر، لم يجعل له وعاء، لان البلغم ببرودته يطفئ حراره الصفراء، وبرطوبته يلين يبس السوداء ويبس الصفراء، مشان هيك ترك حر البلغم. من الانف، بالدماغ، من الحلق، من الرئة، بالخروج، الإفرازات النسائية، كلها بلغمية. الدم بالعروق، ومن هون صارت الحجامة شفاء من كل داء، لأنه نحن وقت اللي بنعمل حجامة وعم نشيل دم من المريض من العروق الرفيعة بيطلع عنا صفراء وسوداء وبلغم ودم. يعني أنت نقيت 4 أخلاط. إن شاء الله حنخصص حلقات للحجامة تفصيلة وما شابه ذلك. فإذن هيدي إن شاء الله الحلقة الأولى هي مقدمة لحتى نبدأ إن شاء الله بالحلقات التالية اللي حنتحدث عن الأخلاط بالتفصيل، وسنبدأ بالخلط الصفراوي إن شاء الله في الحلقة القادمة.